أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن
مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون عما صدق الله العظيم.